باسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين بزمن الظلمة يا رب نحن بحاجة لنور ومين غيرك نوره بيبقى وأكبر من كل ظلمة بحياتنا أنت اللي قلت عن حالك بأنك نور العالم واللي بيتبعك ما بيمشي بالظلام بل بيكون لأله نور الحياة انت اللي نورك شع بالتجلي وانت اللي نورك شعب عالم الاموات وانت اللي أضقت الارض بمجد السماء بمولدك وانت يا ربي يسوع المسيح اللي بيتبعك ما بيتعثر بالظلام لا بل بصير نور من نورك هيدا كلامك انتم نور العالم نحن بحاجه اليوم يا رب لهالنور لنصرخ خلينا نغلب سلطان الظلام بقوتك، خلينا نكون فعلا أبناء النور من نورك، خلينا ما نكون تحت المكيال لا بل على الجبل لنضيء للداخلين بنورك، خلينا فعلا يا رب نكون شهود لإلك ونكون فعلا أبناء الحياة وأبناء النهار، أعطينا اليوم يا رب نحن اللي منتعثر بالظلام واللي منخاف من نور لأنو أوقات بتكون أعمالنا شريرة ومنخاف من النور لئلا تكشف أعمالنا بأنها صنعت بالظلام أعطينا اليوم نعيش بملء النور أعطينا اليوم نتبعك للنور الذي لا يغرب أعطينا نكون فعلا يا رب لألك ولألك وحدك علمنا يا رب مريض ومن غيرك بيقدر يشفي علمنا يا رب مظلم من غيرك بيقدر يكون النور فيه. أعلمنا يا رب رايح للموت ومين غيرك بيقدر يكون الحياة فيه؟ أعلمنا يا رب عم بيتخاصم وبيتخانق وبيتقاتل ومش رح ناخد معنا شي ومين غيرك بيقدر يذكرنا بانه كل شي بهالعالم ما بناخده معنا، وانت اللي قلت شو بينفع الانسان لو يربح العالم كله وبيخسر نفسه وانت اللي علمتنا انه نفس الانسان بتساوي كل املاك الارض وانت اللي علمتنا بغني جاهل ما اخد معو شي من خيراته الكتيره وبغني شبعان ما كان بامس الحاجه بعد رقاده او موتو لنقطه مي ولو بطرف اصبع نحن اليوم بحاجه نقلك يا رب حررنا من الظلمه واعمال الظلمه مثل ما بقول رسولك بولس لنكون فعلا أبناء النور وأعمالنا تشهد للنور أعطينا نقبل إلك أنت نور العالم وأعطينا يا رب نحبك لحتى نغلب كل ظلمة فينا وبالآخرين اليوم يا رب منريد من إنجيلك نستمد النور لأنك أنت اللي قلت كلامي نور وحياة اليوم منسلمك يا رب كل اللي رح يشاهدوا هالحلقة لنورك يضيء عليهم وعلينا وين ما كانوا بهالارض بلبنان باستراليا بامريكا بكندا بسوريا بالاردن بالعراق بمصر بالامارات بكل الوطن العربي بكل اوروبا بكل اسيا وبكل بلد وبكل انسان نورك يا رب يملا حياتنا لحتى فعلا نشهد بانه نحن ابناء النور وسفراء النور ورسل النور إلى كل المجد يا رب هلأ وكل وقت ولدهر الداهرين أمين أخوتي وأخواتي بالرب مساء الخير أو نهار مبارك حسب البلاد اللي أنتو فيها عم تسمعوا وبتشاهدوا وبتتبعوا وبتشاركوا من خلال تأملكم أو تأملنا مع بعض بإنجيل الرب وكلمته كنا ابتدينا برنامج فله اسمعوا مباشر واليوم عم بنعمل مسجل لحتى نكون فعلا عم نأخذ الكلمة ونتأمل فيها وأكيد رح ينزل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ما توزع الحلقة وبالوقت ذاته بذكركن للي عنده أسئلة وحابب يطرح علي رح يكون ابتداء من ثلاثة الجاية الساعة تقريبا ثلاثة بعد الظهر أو أربعة بعد الظهر مبدئيا رح يكون في عنا نقل مباشر من على الفيسبوك الموقع تبع أكيد بولس مرديني كثير اللي بيحب يتواصل معي او يسال اسئله من خلال الحلقه سمع مقطع الانجيل وعنده اسئله عليه او حول موضوع بخص الانجيل او موضوع تاني روحي بيقدر يتواصل معي بهالطريقه وهيك بكون عم نرد على اتصالاتكم واسئلتكم لان اللي كنا نرد عليها بطريقه مباشره وكل املي انه فعلا نكون عم نستفيد من هالوقت اللي عم نقضيه مع بعضنا برفقه كلمه الله وانجيله وكل امل إنو تكون فعلا كلمه الانجيل اللي عم نتامل فيها هي كلمه بتحيينا كلمه بتجدد الحياه فينا وكلمه فعلا بتعطينا القوه لنمشي لمسكين بيد الرب من خلال كلمته لانه هو اللي قال السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول وهو اللي اكد انه كلمته روح وحياه ونحن بحاجه للروح لما نبقى فقط ابناء الجسد والديس بولس والرب وكلهم بيعلمونا انه الجسد ما بيفيد شيء مثل ما بقول الرب روح فيحيي وبيعلمنا مار بولس ان ثمر العمل الجسد هو الموت والخطيه اما سمر الروح فهو الفرح والسلام وطول الانات واللطف والصلاح والمحبه والوداعه وكل الامور الصالحه بحياتنا لكن نحن اليوم بحاجه أخوتي واخواتي بهالضجيج اللي غامرنا وين كنا عم نعاني عم نعاني من ظلمة هالعالم عم نعاني من ظلم بعضنا لبعض عم نعاني من تأثير الخطية اللي عم نعيشها ومنشارك فيها عم نعاني أوقات من عدم فهمنا للي عم بيصير بحياتنا مين منا بيقدر يفهم اليوم ليش عم بتصير كل هالأمور بحياته ودون ما يكون عنده سؤال كبير ليه إذا مؤمن وإذا مش مؤمن ممكن ما تعمل له مشكلة لأنه كيف ما أجت تجي بده يعيش لكن نحن المسيحية مش ما بنقول كيف ما أجت تجي نقول في الله البي المعتني فينا واللي بقودنا دايما نحو الافضل لهيك منقول لتكن مشيئتك مش دايما نفهم مشيئة الله لكن دايما منثق بمشيئة الله هي الافضل ومش دايما نفهم اللي عم يصير حوالينا لكن دايما منفهم انه اللي بيحبوا الرب كل الامور بتعاونوا للخير والله له المجد بيعمل كل الاشياء لخير الذين يحبونه مين منا بيفهم اليوم ليش فيها الحروب كلها لولا حرية الانسان اللي عم بيسيء استخدامه مين منا بيفهم كل هالحرايق والعواصف اللي عم بتصير مين منا بيفهم كل هالاوضاع اللي عم نعيشها كنا بلبنان او ببلاد عربيه كتيرة عم بتعاني مثل ما بصير بسوريا مثل بمصر مثل بغيرها كل هيدي اسئله بس كل هالاشياء بتخلينا نكتشف وجود ربنا بحياتنا وهون مرجعنا كلمه الرب وخليني لكم شغله ضروريه قبل ما نتامل بالانجيل الي ولكن الايمان مانو نعمه فقط الله بيعطينا اياها الايمان بدنا ننمى فيه وبده يكبر بحياتنا ويصير عمل لأنه ايمان بدون عمل ميت وايمان فقط بس للمعرفه دون حياه ودينونه اعطي الكثير وما استثمر رح يطالب بالكثير وما ننسى اللي قالوا للديس يعقوب انت تؤمن حسن تفعل الشيطان يؤمن ويرتعد الإيمان بدون أعمال ميت لكن الأعمال بتبين إيماننا ومن هون في كثيرين يؤمنون بالرب مثل بطرس بيأمنوا بكلمته لما بيكونوا بجبل التجلي طالما وجربنا ربنا مش مشعشع بالمجد طالما حدو موسى وحدو إلي الشريعة موجودة والأنبياء موجودين والأحياء موجودين واللي رقدوا موجودين كلهم قدام الرب صعب ما صعب أني آمن يعني لأنه صار كل شيء واضح وصوت الله عم بيشهد دواء ابن الحبيب وروح القدس غمامه منيره، يعني ما بدها بطوله لامن انه ابقى مع الرب قال له حسن لنا ان نبقى ها هنا، وكثيرين بيامنوا بالرب طالما كل شيء ماشي احوالهم، وهي التجربه اللي قالها الشيطان لايوب وقال الله قال له عن قليل يؤمن فيك وبيحبك ما كل شيء ماشي حاله، روح له كل شيء ماشي حاله شوف كيف بيكفر فيك بوجهك، ايوب ما سقط لا المال خلاه يترك الله ولو فقدان اولاده ولا حتى جسده خلايين الرب بس نضج بالرب وكبر ايمانه وبيقول هو كان سمع عن الله وقت كان بحاله الرفاهيه لكن بعد الالم والحزن والاختبار اللي عاشه اما الان فان عيني قد راتك شاف ربنا لهيك الايمان هو مش فقط نشوف ربنا ساعه كل شيء ماشي نقدر نشوف هو معلق الصليب وهنا البطوله اللي كان بطرس لازم يكون فيها يوحنا كان موجود الذي راى وعاين وشهد وهو بيعرف أبو الحق وابوو الشيء اللي تؤمنوا وليكن لكم اذا امنتم الحياه باسم الرب لهيك الايمان فاذا هو بيتجلى بالصعوبات ونحن ما فينا نجتاز الصعوبات بدون كلمه الله لهيك بيقول الملك داوود كانت كلمتك لي احلى من العسل في حلقي لانه كلمه الله هي اللي بتحل المراره من هون بنرجع للانجيل لناخذ قوه من كلمة رب الحياة الرب يسوع المسيح واكيد بتمنى من كل اللي عم يتبعوني يفتحوا كتاب الانجيل المقدس وكنا حكينا سابيا ليش كلمة مقدس مش المقدس لانه الانجيل كلمة الله الاب اللي سمع الله الابن يسوع المسيح وخبرنا اياها بالروح القدس واللي ما بنفهمها الا بالروح القدس لهيك هي كلمة مقدسة مصدر الله هي كلمة خالقة مش مخلوقة لهيك الخالق وحده أزلي أبدي السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول والكلمة اللي نطق فيها الله كان فيها كل شيء قوة هي ابنه الوحيد في البدء كان الكلمة لهيك نحن عم تأمل بكلمة مقدسة واللي بيسمع بيتقدس فيها مثل لما بدخل بيت فيه ضوء بدي استفيد من هالضوء ما بضرب راسي بالحيط لأنه الضوء واضح إلا إذا كانت عيوني مريضة بصير هداك الوقت بدي علاج لما بدخل البيت ريحته حلو بشم ريحه البخور اللي فيه او البرفان او اي نوع عطر حلو فيه او ورد او غيره اذا ما شميت معناته المشكله مش بالبيت المشكله بمناخيري وبحاسه الشم عندي ما عم بشم فاذا دائما كلمه الله بتكشف النوايا وبتبين اذا نحن اصحاء او مرضى ورجائي نكون كلنا اصحاء بالرب بالانجيل اللي رح نتامل فيه هو انجيل ديس مرقس الفصل أربعة ونبتدي بالايه 21 يلي عنوانها المقطع مثل السراج والمكيال وقال لهم ايضا اكيد عم بيتكلم هون الرب يسوع المسيح إله المجد لهم ايضا ايؤتى بالسراج ليوضع تحت المكيال او تحت السرير او ليس ليوضع على المناره فما من خفي الا سيظهر وما من مكتوم إلا سيعلن من له أذنان للسماء فليسمع وقال أيضا تبصروا فيما تسمع تبصرون وتسمعون إن الكيل الذي به تكيلون به يكال لكم ويزاد فمن له يعطى له، ومن ليس له فالقليل الذي له يؤخذ منه هالمقطع من انجيل تدي في التامل رح للابعد يسوع المسيح له المجد كان بعد ما حكى كلمه ربنا بمثل الزارع اللي تاملنا فيه بالحلقه السابعه وشفنا الرب كيف شرح هالكلمه الامثله عن تنوع التربه وقلنا هي رمز لتنوع البشر بقبول لكلمه الله واستعداد لعيش الكلمه او رفضها او الفرح فيها وتبنية بساعات معينة بظروف معينة بالحياة ورفضة بكتير مواقف بالحياة لما تكون سبب خسارة لأشياء ما مستعدين يتنازلوا عنها لأجل كلمة الله مثل حتى ما عرفتهم الله, الله ما بتخليهم يتنازلوا عن هالأمور مثل ما صار ببيلاطس اللي عرف يسوع ما في علي عليه ومع ذلك صلبوا لأنه لو ما صلبوا وأطلقوا كانوا عم بيصرخوا الشعب اليهودي مع رؤسائه إن أطلقته لست محبا لقيصر مع مثل قيافة اللي ما يسوع رب الهيكل لأنه ما عمل الإنسان اللي عمله يسوع بس كان يصبق يسوع بده الهيكل ما يعود له قيمة لأنه صار في مين هو أدس من الهيكل انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام لك خير أن يموت إنسان من أن تهلك أمة أو مثل بطرس اللي بين حياته وحياة الله فضل إنه ينكر مع المولي حافظ على حياته من إنه يخسر حياته لأجل الله أو مثل الرسل اللي هربوا فاذا المواقف مختلفه من موقف من كلمه الله وبعدنا اليوم موجود يهوذا فينا اللي كلمه الله بالنسبه لوسيله للربح بيعتاش على كلمه الله مش بيعيش فيها وما اكثرنا من اللي عايشين بهالطريقه بالوقت ذاته عنا اللي بيشبهوا بطرس اللي بينكروا ربنا وبيندموا وبرجعوا بتوبه وعنا اللي مثل بيلاطس بفضل عرش قيصر على المسيح وعنا اللي بفضل الحجر على البشر من هون بكفي الانجيل يسوع بيقول انتوا شو اخترتوا تكونوا اذا عايشين للحجر انتوا تحت المكيال لانه تدخلوا قبره ويتسكر عليكم اذا عايشين لكرسي رح تتركوه وتصيروا تحته هالكرسي اللي عم تناضلوا كل الوقت تقعدوا عليه لوحدكم رح تقعدوا بالارض ويشاركوكم فيها كثيرين ويقعد غيركم على الكرسي اللي انتوا قاعدين عليه ما في شيء بدون الا حب الله لهيك الملك سليمان قال باطل الاباطيل كل شيء باطل ما عدا محبه الرب والتعبد له وكل شيء تحت الشمس بزول اجيال تاتي واجيال تذهب ولا شيء جديد تحت الشمس قعدوا ربنا الباقي بتابع الانجيل اسمعوا منيح وقال لهم ايضا انتبهوا ايؤتى بالسراج ليوضع تحت المكيال حدا بيجيب شيء مضوي وبيغطيه بمكيال اول شيء بيخنقه وثاني شيء بيطفيه نحن اليوم وقت نطفي الشمعة عنا الهواء اليوم إذا بدي أعتم على نور بحط أو بغطيه بلون غامق لما يشع النور بقوته بصير خافت أو بطفيه إذا شيء بده أكسجين مجرد ما غطيه طفيته معناتها لما بقول أوجع السراج تحت المكيال معناتها بس تحت المكيال معناتها طفيته والإنسان اللي ما بيشعب بمجد الله هو منه مع الله من ليس معي فهو علي من لا يجمع معي فهو يفرق هذا كلام الرب الانجيل بن عن يسوع سراج مدخن لم يطفئ وقصبه مردوده لم يكسل لانه يسوع وحده اللي بيقدر القصبه المردوده يجبرها وهو وحده اللي بيقدر السراج المدخن يخليه يضوي ويشع بنور الفضيله والقداسه لانه الله اله المستحيل بس مطفي هون الكارثه ومطفي كارثه لانه معناتها اخذ موقف ما بده بيكون للنور لهيك خبى نوره وهون الدينونه العظمى، وزنت اللي اعطيتك اياها شو عملت فيها؟ كان ينبغي تحطها عند الصرافين قال الملك للعبد حتى نستثمره ما عمل هالشي وهون كارثه لهيك يسوع عم بيقول انتبهوا تحطوا نعمه الله اللي فيكم اللي هي نور لان منك كل العطايا الصالحه منقول الله الاب حسب القديس يعقوب وكل موهبه كامله، منقول بالقداس البيزنطي من لدنك يا ابا الانوار هو معطي النور لكن المجد لك يا مظهر النور بصلاه المجد الكبرى بالطقس البيزنطي لهيك الرب عم بنبهنا انتبه تدفن وزنتك، انتبه تطفئ نور المسيح اللي فيك، انتبه تضيع هويتك، انت ابن للنور وابن للنهار وتحطه تحت المكيال يعني تموت وانت عايش لهيك كانوا يقولوا الاباء القديسين مثل اريناوس وغيره مجد الله هو الانسان الحي والحي ما بيعني الإنسان اللي بياكل أو بيشرب الإنسان الحي بيعني الإنسان اللي عايش بالنور وعايش حسب مشيئة الله لأن الحيوان بياكل والحيوان بيتناسل بس ما فينا نقول الحيوان عم بيجسد إرادة الله بيعمل فيها وضعت للبحر حد فلا تع... فلا يتعداه أنت اللي خلقت الحيوانات وخلقت كل الكائنات وكلها ترجوك فترزقها القوتة في أواني لكن الإنسان عنده الحرية بيعيش لألله لأ أو بيعيش بالظلمة هون السؤال رح نوقف وقفة صغيرة وبنرجع لالكن <applause> منرجع لالكن اخوتي واخواتي بالرب وبنرجع نتابع تأملنا بكلمة ربنا كلمة الحياة كنت عم بقول اللي بيعيش تحت المكيال هو ميت بحاجة لصوت الرب يندهله مثل ما ندهل اعذر من القبر ومن ظلمة الموت بحاجة للمسيح ينزل لجحيم موته ليطالعوا لارض الاحياء، مثل ما كان يصرخ الملك داوود: لانك لن تدع قدوسك يرى فساد. افي القبر يحدثون بعجائبك او في ارض النسيان في عدلك، ايخبر بالجحيم برحمتك؟ نحن بحاجة نطلع من هالموت، نطلع من جحيم التقاتل مع بعضنا البعض، وهيدي ظلمة. نطلع من جحيم البغض وهيدي ظلمة نطلع من جحيم الأنا وهيدي ظلمة اللي كان عايش الغني الجاهل نطلع من جحيم كل واحد بهمه ذاته وكرسي وعرشه أكثر من الله والآخر وهيدي ظلمة لحتى نكون أبناء النور وبيتابع الرب إلو المجد بيقول تحت المكيال أو تحت السرير طب شو الربط بين المكيال والسرير المكيال فمنا اللي بتغطي فيه هالنور اللي موجود بهال بهالانديل او السراج بس تحت السرير حدا بحط نور تحت السرير ما حدا بولع انديل بحطه تحت التخت بكون اخوت وكانه عم بحطه تحت التخت وبيغطيه وبينام عليه كانه بده يدفى بنوره ما بدفي الانديل اذا هيدي الفكره بلا بل بالعكس بيولع حريق وكانه عايش هو وين فوق التخت بده ينام وبغطي النور لانه النور صار عم بيزعجه ما لقى شيء يغطيه عم حطه تحت التخت كانه بلع في ناره حدا بحط نار تحت التخت وكأنه الرب عم بيقلنا السرير بيرمز للكسل ويسوع دعانا نكون دايما مستعدين طوبى لذلك العبد الذي يأتي سيده ويجده مستيقظ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في التجربة الرب وحده اللي دعانا إله المجد لنكون دايما على استعداد وأعطانا مثل العزار الحكيمات والجهلات وأعطانا مثل العبد اللي يرجع وكان لقى ناطر وعم بيخدم العبد وكيف صار صاحب الع... العيد وصاحب البيت هو اللي يخدمه لأنه كان فعلا لا مستيقظ ليك يسوع عم بيدعينا ما ندفن مواهبنا بالكسل لأنه مثل ما بقول الكتاب المقدس راس الكسلان دكان الشيطان ومش بس هيك لعبد الكسول ألقوه خارجا هناك يكون البكاء وصريف الأسنان معناتها موهبتك اللي هي مطلوب تنميك بالله بي بوضعك تحت السرير وبنومك فوقها بالكسل ودفنة بلشت تحفر بعيد الشر عنكم كلكم سوا جحيمك وجهنمك لذاتك جحيمك لأنه عزلت نفسك عن الآخرين ودفنت موهبة الله فيك وجهنمك اللي فيها رح تعاني لأنك رفضت أنك تشارك وتستثمر نعمة الله وموهبته اللي حطها فيك لهيك أوعى أنا وإنتو نستسلم للكسل شوفوا الكسل شو عمل بيه بطرس ما خلاه يسهر مع الرب ساعه واحده لانه كان نعسان حتى انت يا بطرس لا تطيق الصار معي ساعه واحده مش بطرس ويعقوب ويوحنا اللي طلعوا مع جول تجلي واسقل العيون انه ما عادش شو بده يحكي بطرس لما شاف الرب المجد ولما الرب نام بالسفينه ما نام عن كسل شده التعب شوفوا شو عملوا اجوا فيقوه يا قليلي الايمان لماذا شككتم؟ ما انا معكم ليش خفتوا؟ ليقلنا انه الرب ولو كان مغمض عينيه هو حاضر لكل حاجاتنا هون عم بحكي عن يسوع كانسان متجسد وليقلنا اللي بقوله سفر نشيد لا انا نائمه لكن قلبي مستيقظ وليذكرنا بانه حارسك لا ينعس لا ينام دائما بنشاط ابي يعمل وانا اعمل هو اللي ما بيدع رجلك تزل ما بخلي الشمس تأذيك في النهار ولا القمر اللي في الليل، هذا الرب الحنون. بيتابع الانجيل. فإذا أوليس ليوضع على المنارة؟ هون السؤال شو المقصود بالمنارة؟ اللي فيها بدي أضع موهبتي هي العمل، هي الأرض اللي بدي أستثمر فيها كلمة الله. أنت مزوج بين عمل الله بعيلتك الصغيرة واعكسه على عيلتك الكبيرة وهي الكنيسة واعكسه على المجتمع اللي أنت بتنتمي له. وعلى العمل اللي انت فيه انت مدعو تكون كاهن شع نور الله برعيتك بعملك انت اسقف انت بطريرك انت مؤمن شو ما كان نوع العمل كل عمل بنقدر نقدسه بوجود الله فيه لهيك قالنا مار بولس ان اكلتم كلنا بناكل او شربتم كلنا بنشرب او مهما فعلتم كل واحد منا اللي عنده شيء يعمله افعلوه لمجد الرب يسوع لا احد منا يحيا لنفسه ولا حد منا يموت لنفسه إن حيينا أو متنا فللرب نحن فإذا شو ما كان نوعية حياتك عيشة للرب ويوم اللي بتلتقى بالرب خلي يكون سبب مجد مثل ما صار بالقديسين اللي كان يوم رقادهم هو يوم مولدهم للسماء وللشهادة لفضائلهم ولحياتهم مع الله فإذا المنارة اليوم بحاجة واليوم العالم هو منارة بس ما فيها نور العالم ضيع مجد الله لانه ضيع الله بحاجه لمين يرد له الله لهالعالم مش لانه الله بحاجه لنا للرده لانه نحن اللي بدنا نورجي تجسده وعمله بهالعالم وتكونون لي شهودا وهيدي تواضع من الله انه يجعل ابونا بولس الخاطي ومن كل واحد منكن وكل وحده هو شاهد لإلو وسفير لاله مثل ما بقول مار بولس نحن سفراء المسيح كان الله يعز بنا نحن ريحة الطيبة بالذين يخلصون نحن نفعة حياة بالذين يرجون الحياة لكن نحن اليوم مدعوين كلنا سوا لنفهم كلمة ربنا وبيقول الرب فإذا فما من خفي إلا سيظهر ولا من مكتوم إلا سيعلن وهم بدنا ننتبه ما في شيء بيتخبى على عيون الرب ولا في شيء بمجد الرب بيموت ما بيبين ولا في شيء مبسوطين في بهين الله رح يبقى مخبى اذا ما انكشف قدام الناس وبستبعد ما يبين الحقيقه الله اله الحقيقه بكون مكشوف قدام عيون الله وكلنا بدنا نعرف انه نحن قدام الرب عاريين قدامه بحيتنا لكن ليش بدنا نخاف من الناس طالما ربنا هو اللي رضيان فينا وبيقول الكتاب على لسان مار بولس لو كنتو ارضي الناس ما كنتو عبدا للمسيح ويسوع قال انتم بتعملوا لمجد بعضكم البعض اما انا فاعمل لمجد الذي ارسلني انتم بتطلبوا المجد من بعضكم نحن اذا فعلا بدنا عملنا يمجد الله خلي يكون فعل الله الله الناس شو بتقول هذا اخر هم بهمني المسيح شو بده يقول الناس ادانوا الرب بس بيه هو هو والناس بخروا الرب بس بيه هو هو وناس حبتوا للموت بس بيه هو هو وناس نكروا وهربوا خوفا من الموت بس بي هو هو إن هذا الشعب يكرمني بشفتي أما قلبه فبعيد مني فإذا تكريم الشفاه دون القلب بلا طعمة وبيقول بمحل تاني لهم آذان ولا تسمع لهم عيون ولا تبصر لقد غلظ قلب هذا الشعب وأغمضوا عيونهم وأسقلوا آذانهم لئلا يرجعوا إلي فأشفيهم وهون الكارثة الكبرى انه الانسان لما بيطنش عن الاصغاء لهيك يسوع بيقول من له اذنان للسماع عنا داني الحمد لله بس منسمع صموئيل ميز صوت الله لما سمعه كان عالي نايم ولما سمع له صموئيل صموئيل راح سال عالي انت عم تندالي؟ قال له لا روح نام كون عم تتخيل لانه عم بيسمع تخطى التخيل عم بيسمع صوت الله اللي بفوق كل صوت اجى صموئيل صموئيل قال له عم بسمع هالصوت انت عم تندالي قال له لا رجع مره تالته، قال له إذا سمعت قال له تكلم يا رب فإن عبدك يسمع، الحلو الإنسان يسمع شو بيقوله الرب فله اسمعوا، هيدي شهادة الآب لأبنه الوحيد، بس نحن ما تعودنا نسمع لأنو تعودنا نحكي أكتر ما بنسمع، لهيك القديس يعقوب برسالته كل الإنسان ليكون رجل كامل وحكيم، رجل أو مرة، فليكن بطيء عن الكلام سريع للإصغاء قديش ايشنا سريعين للاصغاء هي لازم كل واحد منا يعمل اختبار لحاله يعمل فحص لحاله قديش بيقدر يسمع او قديش بيقدر يحكي انا ما بظن في صعوبه بالحكي عند كلنا سوا بس الصعوبه انه نسمع بعضنا ولو كنا نسمع بعضنا كنا مندرك كثير من الامور اللي بنحكيها على الاخرين هي الظلم كنا بندرك لما بنسمع بنشوف حتى عبر ابتسامتهم من برا في جرح من جوا كنا بنسمع عبر حتى مظهر القوه في ضعف وحتى مظهر الحزن في فرح من جوا وامور كثيره بتتغير بنظرنا لما منعرف نسمع لهيك الله تعالى له المجد خلق دانينا مفتوحه لنسمع ونعرف نصغي وين بدنا نسمع رغم الاصوات الكثيره لهيك يسوع طوبى لاذانكم لانها تسمع اللي تمنى الانبياء ان يسمعوه ولم يسمعوه ولعيونكم لان تبصر تمنوا الانبياء يبصروا ولم يبصروا هذا السمع بينما تمنا في حارس لإله شفافنا وأسناننا ورغم هالشيء لساننا ما بيهدى هذا دليل قديشنا بعاد عن الكمال وقديشنا بحاجه لنصغي شوفوا القديس يوسف خطيب مريم كان رجل اصغاء لهيك الله وكله بأقدس الخلايا مريم ووكله بالقدوس اللي صار انسان بابنه الوحيد شوفوا مريم قديش كانت عم تصغي لهيك امنت انا امنت للرب عرفت تدخل بحوار معه نحن بحاجه نتعلم من هالقديسين والقديسات بتابع الانجيل وبيقول من له زنا للسماء فليسمع وقال لهم ايضا تبصروا فيما تسمعون فكروا تبصروا مش ب... انا كيف بدي اسمع بعيني؟ لا بس تبصر يعني روح ابعد من البصر وفكر فكر باللي عم تسمعه روح ببصيرتك صرنا ابعد من البصر لانه البصر على مستوى الحواس لكن البصيره بتروح على مستوى الكلمه وابعد من الحواس انا عم بتبصر بهالكلمه اللي قلت لي اليوم هالكلمه ما ما انا موجوده قدامي على حيط ما انا مكتوب بس دخلت افكاري شو المقصود فيها بصير بتبصر فيها لتاخذني شو بده يقول لي لو بده يوصلني لكن يسوع عم بيدعينا نتبصر بكل كلمه بنسمعها وكل كلمه بنقولها وبيدعينا فعلا يكون كلامنا له طعمة البصيرة الروحية لحتى تكون كلام بيحي وهذا الألو حراس الهيكل عن الرب ما نطق إنسان أبدا مثل هذا الإنسان على مين؟ على الرب يسوع المسيح بتابع الإنجيل وبيقول إن الكيل الذي به تكيلون به يكال لكم ويز ويزاد وتزادوا تصوروا نحن هون وقفنا قدام موقف مختلف كليا هو موقف الدينونه هو موقف تعاملنا مع الاخرين هو موقف كرمنا مع الاخرين انت كريم مع خيك الانسان باللي اعطاك يا الله الله رح يفيد عليك اكثر الله يحب المعطي المتهلل انت بالدين خيك من اخواني لأنه الك معه 100 دينار مثل ما صار بالانجيل ربنا رح يطالبك بديونك الكتيرة وما رح تخرج حتى توفي اخر فلس ومش رح تقدر توفي لانه دينك كثير كبير انت بترحم ترحم طوبى للرحماء فانهم يرحمون انت بتغفر يغفر لك اغفر لنا كما نغفر لمن اساء الينا انت بتحب تحب من قال ان يحب الله وهو لا يحب اخاه فهو كاذب وفي الظلمه ولي هو قاتل وليس له حياه ابديه بيقول القديس يوحنا برسائله انت بتخدم الاخرين تخدم من الله كنت جائعا فأطعمتموني الله رح يشبعك من خيراته كنت حزينا فزرتموني وعزيتموني رح يعزيك الرب ويزورك كنت مريض رحت عنده الرب رح يكافئك كنت عطشان وسقيت الرب رح يسقيك كان عريان ولبسته الرب رح يكسيك النعمة وكل البركات كل هدول بيأكدوا أنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم لكن قديش حلو الإنسان يكون غفور ويكون رحوم ويكون كل هالفضائل اللي ذكرناها وما حدا يقول بدي عامل الناس بالمثل، مين ضربني كبدي بدي كف واللي بيقلع لي عين دلع له عين لانه نحن المسيحيين ما عندنا هالشريعه ابدا لا عندنا شريعه العين بالعين ولا عندنا شريعه السن بالسن، نحن شريعتنا واضحه ويسوع واضح فيه احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم وصلوا لمبغضيكم وكل ما اردتم ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم. هذا كلام يسوع الذي لا يعلى عليه ولا في كلام فوقه ولا قبله ولا بعده ولا يعدله يعني اي لازم نفهمه نحن كمسيحيين فاذا بيتابع وبيقول فان من له يعطى حلو انت عندك وزنتين راح يصيروا خمسه عند خمسه رح يصيروا عشره ومن ليس له فالقليل الذي يظنه له تبع الوزن كان بيظن هالوزن اله ورغم الشرح راح لا تؤخذ منه وتعطى لاخر اللي بيستثمر وهون بدنا نعرف شغله وشغله كثير مهمه ما بكفي يكون انا مسيحي لا السماء السما ما بكفي مثل ما بعض المسيحيين انا خالتي او عمتي راهبه بتصلي عني ما بتحل القضيه ما حدا بيخلصك الا نفسك حتى الله اللي مات لاجلك ما بيخلصك غصبا عنك هي لازم حسب القديس وحنفهم نفهم الذهب ولا حدا منا بيقدر يقول وهي لازم نفهمه كمان انه انا خلص عملت اللي علي ما في شيء اسمه عملت اللي علي انت كل يوم بدك تعيش للرب وكل يوم بدك تعيش لمجده لكن ما فيك تقول انا عملت كتير بالماضي خلص زرعت رصيد كبير ولا حلي ارتاح صمت كتير الله مش بنك بتصمد في اعمالك لتستثمر بعدين بالكسل الله حساب جاري مثل ما بيقولوا القديسين المعاصرين كل يوم بدك تحط فيه حساب ولا بيفرغ حسابك على الاستهلاك لهيك نحن بحاجه كل يوم نعمل عمل صالح كل ديان نعيشها بحب الله وكل ديان نمجد الله مثل ما كانوا بولس ان الحياه لي هي المسيح والموت ربح لي وما احيا بالجسد احيا لابن الله الذي احبني ومات عني هذا الحيد المسيحي الصادق لهيك لازم ننتبه نحن كل يوم مدعوين ننمي نعمه الله بحياتنا ونسعى نبلغ المسيح اللي بلغنا وادركنا اولا ونسعى فعلا نكون عم نزيد بالكمال والفضيله مثل ما كان الرب إلو المجد على الارض لما كان بعده طفل شو بقول عنه كان ينمو بالقامه والحكمه امام الله والناس ولنكون كاملين مثل ما بين اللي بالسماء هو كامل وكماله بدون حدود هي دعوتنا كمسيحيين ولا يستثنى منا احد انه نطلع لقدام وننسى ما وراءنا مار بولس نسي ما وراءه ما كان بس يفتخر انه هو عبراني من سلاله بنيامين ما كان فقط يفتخر بانه هو معلم بالشريعه وتلميذ لغملائيل ما كان فقط يفتخر انه هو بيعرف كل ولا شيء ما كان لي ربح اعددت او اذا معرفه ربي يسوع المسيح هون بتبتدي المعرفه وعم لعلني ادرك المسيح لانه ادركني اولا هذا الاهم وهذا برنامج كل مسيحي بتابع الانجيل وشوفوا شو حلو هالتامل اللي بيصير فيه مثل الزرع النابت من ذاته بالايه 26 اكيد بعدنا بالفصل اربعه وقال ايضا مثال ملكوت الله كمثال انسان القى الزرع في الارض فسواء النام أم استيقظ في الليل أو في النهار فالزرع ينبت وينمو ولا يدري كيف فالأرض من ذاتها تثمر تخرج الساق أولا ثم السنبلة ثم الحنطة ملأ السنة ملء السنبلة فإذا أدرك الثمر عمل فيه المنجل في الحال لأنه قد قد حان أوان الحصاد قد أتى الحصاد هون لازم نفهم شغله انه كلمه الله اللي بتزرع فينا بيسوع المسيح مش الفضل لنا نحن كل شيء بنعمله بنستسلم لاراده الله والله بيشتغل شغله ونحن ما بنوقف حاجز قدام عمل الرب بس مش انا اللي بصير حالي قديس الله من اعطاني القداسه مش انا اللي بخلص حالي الله من خلصني مش انا اللي عم بعمل هالاعمال بل المسيح الساكن فيا يعمل هذه الاعمال لاك الرب بدوني لا تستطيعون ان تفعلوا شيء ما حدا بيقول للعنقود شو طيب لولا الكرم اللي انطلق منه وما حدا بيقول للتفاحه شو طيبه لولا الارض اللي انزرعت فيها والشجر اللي حملتها هي الطيبه لانه استوعبت كل هالاشياء المنيحه اللي قدمت لها هون الشجره نحن كل دورنا انه نقبل ونستوعب ونحاول ننمي اللي اعطانا يا رب بنعمة روحه القدوس لهيك القديس بولس بيقول عن حاله أنا آخر الرسل لكن نعمة الله لم تكن في باطلة شو بيقول الرب هيدا ملكوت السماوات كمثال إنسان ألقى الزرع في الأرض يسوع اجى حط الكلمة الله فينا هو إذا الزارع خرج الزارع هو ابن الإنسان وين زرع هل السؤال نحن أرض جيدة هذا السؤال هون بيجي دوري إذا أنا أرض مشتاقة لكلمة الله رح تنمى فيني وإذا أنا أرض شوك رح أخنق الكلمة وإذا أنا أرد تراب قليل رح أحرق الكلمة وإذا أنا أرض سطحية بلا تراب رح تيجي طيور السماء وتاكل هل السمرة فسواء إذا كانت أرض جيدة هون دوري نمت أو استيقظت الحبة بتابع عملها وهون صارت حياتي كلها للرب ان اكلتم او شربتم او مهما فعلتم افعلوا لهم الرب صار ربي كل نفس فيني، انا نايم عم مجده، انا فاي عم مجده، انا باكل عم مجده، انا عم مع اخوتي عم انا عم بشهد له عب مجدو. انا عم بشو عرفني عم بمشي عم مجده، كل حياتي صار شهاده مثل الورده، وين ما حطيتها هي ورده لانه مليئه من عطر السماء وانا هيك لازم اكون، فاذا بالليل او بالنهار هي عم تنمى وعم تنمى وهو ما بيعرف يا رب انا كيف عم بيطلع مني هالكلام روح لدوس عم بيشتغل فيك لانك سلمته حالك يا رب انا كيف عم ببين بمحبه الله الاد عم بعمل الاعمال ما كنت افكر اني اعمل لانه الله عم بيشتغل من خلالك لانه سلمته ذاتك انا عم بحكي هالقد معقوله انا بتفاجأ إيه لانه نعمه الله عم بتكمل ضعفك وقال ناس ولا تخافوا بتلك الساعه لستم انتم المتكلمين فالارض من ذاتها تثمر صار ابطالع المواهب اللي فيك الله ليبينوا لا للاخرين لانك سمحت له تخرج الساق صغيرة اول تبتدي تنمى سنبله تنمى أمحة فاذا ادرك السمر بقول يا ربي كل هالعمل عطوا وهون ببلش دور الحصاد فبالحال ياتي المنجل المنجل هم ما بيعني العقاب يعني المكافاه اللي بينت ثمرت كل هالعمل وهذا الثمر ها ان الحصاد قد ابيض فاسالوا رب ال... رب الكرم ارسل عمله لكرمه إن إن الحصاد كثير والعمل قليلون اللي بيحنوا من جل الحقيقة وبيبينوا ثمر الله في الحال لأنه قد آن أوان الحصاد رح نوقف مع بريك صغير وبنرجع لكم <applause> بنرجع لكم يا أخوتي بعد هالترنيمة اللي فيها القديس عم بيذكرنا بحادثة الرب لما سكن العاصفة وهدى خوف الرسل بعد ما هدى الرياح وأسكت الأمواج رح نتأمل فيها بالمقاطع اللي جاي اليوم بس بعد في مقطع نتأمل فيه هو مثل حبة الخردل وقال أيضا شايفين عم نحكي بلغة الأمثال اليوم نشرح أو يسوع بيقول قالوا لماذا لا تكلم الناس بتكلمهم بالأمثال وما بتكلمهم بطريقة واضحة شو جواب أما أنتم فقد أعطيتم معرفة ملكوت الله وبغير الأمثال بيقول إنجيل لم يكن يكلمهم ليش لحتى فعلا الانسان يكون عنده شوق لمعرفه كلمه الله وكلمه الله بحاجه دائما للشوق اشتاقت نفسي لاحكامك في شوق لكلمه الله اشتاقت نفسي لحتى يكون رفيا كما يشتاق الايل الى مجاري المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا رب حلو الانسان لما بيسال وبيسال عن ايمان بيعمل حاله حاله بتجسد الله بعالمنا مثل ما سألت العذراء بإيمان كيف يكون لي هذا وسؤال أو للرب خلى الله يدخل عالمنا لهيك ربنا بيحب يدخل معنا بحوار فيه شوق لالو وقالنا بالكتاب تعالوا نتحاجج يقول الرب يعني تعوا اشتاقوا لكلمتي واسمعوني وكون فعلا في شوق لكلمة الله كما تشتاق الأرض العطشة لنقطة المي هيك نحن بحاجة اليوم نكون بشوق لكلمة الرب وللأصغاء لإلها من هون بيجي الانجيل بلي وقال ايضا بما اشبه ملكوت الله وباي شيء نمثله شو بدي شبهه انه اشبه مثل حبه الخردل التي تكون عند تزرع في الارض اصغر جميع البذور التي على الارض فاذا زرعت في الارض طلعت وصارت اكبر من جميع البقول ثم تفرع أغصان كبيرة حتى أن طيور السماء تقدر أن تأوي إلى ظلها وبكثير من مثل هذه الأمثال كان يلقي عليهم الكلمة على قدر ما كان في وسعهم أن يفهموا ولم يكن يكلمهم بغير أمثال لأنه في الخلوة كان يفسر لتلاميذه الأخصاء كل شيء نرجع للإنجيل لحبة الخدال بالذات عمل الله بحياتنا ما بيتوقف على مواهبنا لأن الله بيقول الديس الخسيس والغير موجود ليعدم الموجود لا يفتخر الغني بغناه هذه موهبة ولا الحكيم بحكمته ولا القدير بقدرته كإنسان بهذا فليفتخر المفتخر أن يفهم ويعرف الرب والرب هون عم بيعلمني قوتك يا ابونا بولس ما بتنبنى على العائله اللي لها انا ابن مين وبعائلتي مين، ولا على ذكائك ولا على موابك لانه الله اختار الجاهل والخسيس والغير موجود ليعدم الموجود، لكي لا يفتخر ولا جسد امام من افتخر فليفتخر بالرب يلي هو مصدر كل النعم، لانه مانا نحن بحلبه بشريه كل واحد ببين موهبته، نحن عم نتصارع ما فوق طاقه البشر بقوه الله، فان مصارعتنا ليست ضد لحم ولا دم هي على مستوى السلطه والرئاسه والعيال ضد الرئاسات ضد السلطات ضد قوى الشر صرنا عم تخطى للعالم لا منظور بالعيون الجسديه كنه هدول عم نغالب لاجل مين؟ لاجل المسيح الذي احبنا ومات عنا. من هون حبه الخده للصغيره اللي بتنطرها ما بتبين بين باقي البقول بس هي موجوده. والايمان موجود حتى لو ما بين عبر ضجيج العالم. وفي الدي سي رغم كل الخطا اللي عم بعيشه بالخطيه وانا اولهم بهالعالم وفي خير رغم كل الشر اللي مبين بهالعالم وفي شهود للسلام رغم كل شهود الحرب اللي عايشين بهالعالم وفي ابناء للحياه رغم كل مظاهر الموت اللي عم نعيشها بهالعالم مثل الخميره اللي بتتغلغل بالعجين بدهن يتغلغلوا ويغيروا ونغير وجه العالم وبيقلنا الانجيل الرب عندما تزرع تكون اصغر البذور على الارض فاذا زرعت تبهمني طلعت ما بقيت بالارض وصارت اكبر من جميع البقول اللي كانت هي اصغرهم بلشت تتخطاهم ثم تفرع عنها اغصان كثيره صار مكان للاخرين يقصدوه حتى ان طيور السماء تيجي بتستظل باغصانه صارت سند للقديسين وسند للي عم يبحث لكلمه الله وسند للي بده يرتاح بالله واحدة ظليلة ويكثيرون في ظلها واعطاهم امثله كثير الانجيل ما ذكرهم لي ليقول لي يسوع كان كثير يحكيهم بالامثال طيب ليش بالامثال لحتى يكفي الانجيل بقول وبالف... حتى شو عم على قدر ما كان في وسع ان يفهموا كانوا بعدوا حالهم فهموا كل واحد فهموا مشي وين التواضع انا لا ما بفهم كلمتك يا رب انا كثير بيجوا بيقولوا لي ابونا بولس ما أنا بحاجة تشرح نجي نحن بنفهمه قدك على 100 مرة أنا بس إنه بيفهموا يمكن قد عمل يوم مرة بس بينقصهم وبينقصني التواضع لما بنقول هيك لأنه يمكن أنا عندي شيء صغير ما عندهم إياه يمكن يكون هذا اللي الرب بدهم يوصلن إياه ويمكن يكون عنده شيء ما عندي يا رب بده يوصل لي إياه يوم اللي بقول أنا بفهم قدك ضيعت الحياة يوم اللي بتقول العين للديني أنا أنا بشوف كثير ماني بحاجة للسمع ضيعت شي كثير مهم لانه في كثير اشياء في اصوات نسمع ما بنشوف مصدرها بس بنسمعها في كثير اشياء بنشمها بس ما بنشوفها بعيوننا في كثير اشياء بتلمسا ايدينا الاحاسيس اللي بتنقلها لنا اكثر من اللي بنشوفها بعينينا واكثر من اللي بنسمعها بيدنا هيدي كثير امور لازم نفهمها بحياتنا بانه الرب يسوع المسيح بحاول يفهمنا من خلال الامثال بيقول إلا أنه في الخلوة كان يفسر ليه بالخلوة لأنه كان لازم الإنسان يرجع لذاته يدخل مخدعه ويقرأ أحداث حياته على ضوء نعمة الله ويعمل فحص ضمير ويسأل الرب أنا اليوم كيف عشت يا رب عشت منيح أنا اليوم تصرفت مع خيي بهالطريقة هل هي هيدي صح أو غلط اليوم حكيت هالكلمة بمحلة أو مش بمحلة اليوم قلت هالكلمة لو صح بس قلتها بالوقت المناسب اللي لازم تنقال فيه أو ضيعتها أنا اليوم يا رب كنت فعلا عم بعكسك أو عم بعكس حالي اليوم كنت عبينك عب أو أبين حالي وكنت عم بحطك أنت الوجه لأبين أنا قديش كان اليوم كنت عم بصلي حبا فيك أو ليشوفون الآخرين اليوم يا رب كنت عم بوعظ لحتى يتمجد اسمك أو لأبين بلاغتي وعلمي وقديش عندي ثقافة كل هالأمور على المسيح كل يوم يسأل ذاته فيها لانه يوم اللي بيوقع بالكبرياء بيفقد كل هدول وما بيقعد في مكان لأ الله يشتغل بحياته وما بيقدر الا الرب هو وحده يخاطبنا اسمع ما ينطق الرب الاله في داخلي لانه ينطق في السلام لشعبه وبالخيرات لابراره وحده اللي بيقدر يغسلني لأيك اللي اذا صليت ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لابيك في الخفيه وابوك الذي يراك في الخفيه يجازيك علانية بتابع الإنجيل ونوصل للحادثة اللي كنا عم نتأمل فيها من خلال ترنيمة للديس وبوستينوس اللي سمعناها بصوت خينا الفنان الله يرحمه وديع الصافي أنت يا من أمرت البحر وفي ذلك اليوم عند المساء بعد ما يسوع كان حكى وبمال النار قال لهم لنعبر إلى الشاطئ الآخر يسوع ما بريدنا بعد كل كلمة نقولها نبقى محلنا كلمة الله لازم تاخدنا لأبعد لما انا بقعد مع يسوع لازم اقوم اروح ابعد مع يسوع من المحل اللي كنت فيه لانه يسوع دخل حياتي. لما بقدس ما بطلع من الكنيسه مثل ما دخلت بدي اطلع اروح مع مشوار حياتي ابعد لانه اخذت الله زوادي، لانه سمعت كلمته من الانجيل، تاملت تعليم الكنيسه من خلال العظه، سمعت تعليم الرسل من خلال الرسائل، صليت مع اخوتي، كل هدول زوادي لاروح فيهم لابعد. ولهيك بقول انا بالقداس بس نحكي يخلص القداس مش رايح لوحدي ابدا انا أخذت معي زوادة رب الأرض والسما عمال مثلي أنا كلنا مدعوين ناخذ زوادة رب طيب لهيك كلام يسوع بده ياخذنا للشط الآخر خاصة بأن عند المساء وعند المساء بلك كلمة الله بصير ليلنا طويل ومظلم وهذا اللي قالوه تلميذين عم ما وصل الرب أمك سمعنا يا رب فقد مال المساء لأنه بدون ربنا العتمة كتير مخيفة بدون ربنا الوحدة قاتلة بدون ربنا العالم متوحش بدون ربنا انا انسان شقي عم بصرخ مع مع مار بولس الويل لي من ينقذني من جسد الموت هذا بكف الانجيل فصرف الجمع واخذوا على ما كان عليه وفي السفينه هو بالسفينه اخذوه رغم كل التعب وطلع بالسفينه وكان معهم ايضا سفن اخرى وهبت عاصفه شديده واندفعت الأمواج على السفينة حتى أوشكت السفينة أن تمتلئ أما هو فكان في مؤخرة السفينة نائما تصوروا كل هالأحداث يسوع كل النهار عم بيوعظ يمكن ما لقمة كل النهار عم بيشفيهم مرضى هذا اللي بلمسه هذا اللي بده يحرره من الشيطان هذا اللي بده يرد البصر هذا اللي بده يرده للحياة كل النهار والرسل عم بيبن حواليه ما تعب ما بده يرتاح، ما بده يريحنا، طيب ما ياكل، ما بده يعمل شيء، هن تعبوا بس بالوقت ذاته هو عم قدامهم بده يتعلموا منه مش من الناس والناس ناطره، الناس حاجتها كبيره وكل ما بنتأفف من الناس بنتأفف من الله اللي بيجينا بوجه الناس، اني اشفق على هذه الجموع لانها كراف لا راعي لها، هذا كلام الرب، من هون يسوع عم بيقول لما خلص صار دني ليه؟ صروف الجموع صرفن وانتوا تعون عبر على الشط وانت ما بدك ترتاح عادة بيطلع بيصلي على الجبل اخذوه معه وانت لازم بقى ترتاح حلو انه الانسان يغار على الله قديس الطفل يسوع كانت تقول لهم خلي يسوع ينام لو انا متضايقه بحب يشوفه واسمع صوته بس خليه يرتاح حلو الانسان يريح الله مثل ما ربنا مريحنا بكل نعمه علينا حلو الانسان يريح الله باسلوب حياته يمجده بكلامه يفرح ربنا وبيك عماله يبين مجد الله هذا بيريح حلو الإنسان يريح الله ويمكن كل ما تعودنا نسمع الله بيعطي الراحة أنا بدي أريحه نعم لما بتريح خيك الإنسان بيرتاح الله مش هو اللي قال كنت عم طموني، هذا مش راحة ومش هو اللي قلت مش شوي كانت عطشان فسقيت وهيدي مش راحة لما بتسقي واحد عطشان واحد عريان واحد مجنون واحد غريب كل الأمور اللي بتعملها من أعمال المحبة بيتابع أخذوه إلى ما كان عليه وفي سفن أخرى عم تتبعو، وكأنو هالسفينة هي الكنيسة، والكنيسة لازم تقود الشعوب لنور الله، مثل ما الراعي بدو يقود رعيته مثل ما الكاهن بدو يقود الناس الموكل فين أمام الرب، مثل ما الإسكوب بدو يقود الأبرشية، مثل ما البترك بدو يقود الأبرشيات هو مسؤول عنها، مثل ما البابا بدو يقود الكنيسة، كل واحد منا بدو يقود الآخرين لالله. لأ وبدن يتبعوا وهو يمشي ورا المسيح ويقول دايماً أنا ماشي وراء النور، مش أنا النور. أنا مشيكن وراء المسيح، اللي أنا قدوة لإلكن، لا لتمشوا لا وراء المسيح مثل ما أنا مشيت مثل ما بقول ماربولوس لتكتفوا أثر المسيح مثل ما هو اكتفى أسره، بتابع الإنجيل وبيقول. فأيقظوه قائلين هو نايم، الغريب إنه الرب تعبان هالقد حتى ما حس فيهم أو يا ترى ناطر شو بدن يعملوا؟ هل إذا الله دقيقة حسوا مش فوق فايق وعم بيخدم. يا ترى منحس بغياب الله اذا غاب الدقيقة عنا منحس بالفرق بحياتنا يو. لما مندرك الخوف اذا الله نايم ولما منسال الله موجود مش موجود تعودنا على عدم وجوده متل وجوده لانه عايشين على زونا ما عاد شيء يهمنا ومن هون الكارثه الكبرى انه يكون الله الغائب عن حياتنا هو الحاضر الدائم وكانه هن لما قد ما خافوا فيقوا يا معلم يسوع انبسط انه فيا بس بالوادي في ذاته ما كان مبسوط من قله ايمانه ما كان مبسوط انه يشكوا هالقد انه ممكن يموتوا الله معه وانا واثق مش هموت اذا الله معي وبيقول المزمور اني ولو سلكت بوادي ظلال الموت لاخاف سوءا لانك معي عصاك وعكازك هما يعزياني وزينان يونان النبي قد ما كان عنده ثياب بالله لما شاف العاصفة على درجة السفينة قال له أنا بعرف هالشيء صار بسببي وبعد ما كل واحد منهم صلى لإله وما كان أنا, أنا إلهي والحي كبوني بالمي وأنا الله هو المسؤول عني ما خاف وهو بقلب المي وهذا مش مع الرب اللي بالجسد اللي ما شافه مثل الرسل ما لمسه ما أكل معه وكان عنده الإيمان لو نزل بالمي مش رح يموت شو قالوا إن الرجال حاولوا ينزلوا من تقل السفينة وما كانوا يدروا قالوا يا رب لا تقوم علينا دم ذاك وكبوا والله عاد حوت ابتلعوا ليونان ورغم الشيونان يونان بجوف الحوت كان عم بيصلي من اعماق الجحيم صرختوا ليا يا رب نزلت في ارض المسالك محكمه الى الابد وكان واسع انه الرب بده يخلصو وخلصو الرب هيدا يونان الفتيان للديسين بقلب اتون النار ما كانوا خايفين الا انه كانوا بيعرفوا اللي عم بيصير نتيجه خطاياهم مش الله لاننا نحن ما حفظنا شريعتك وعهدك قالوا للرب لا نحن ولا ابائنا ورغم الشيء بقلب النار رفضوا يجدوا لأن بقد نصر الشخص تمثال اللي عمله او لشخص اللي عمله والله خلصهم ارسل ما يشبه ابن الانسان وخلصهم من قلب الاتون دانيال بجب الاسود الله سكت كل الاسود وما اكلته لانه رفض انه يجد الا لله وما بيعبد الا الله إذا كانوا أنبياء بالعهد القديم قديسين هن ما شافوا الله مثل ما قال الرب كثير من الأنبياء تمنوا أن يروا ما طروا ولم يروا ما خافوا مش عيب على الرسل بعد ما شافوا الرب أب بيقيم الموتى وبيصنع المعجزات يشكوا بوجوده ومش عيب عليكي وعليك وعلي انه نشك انه الله ما انه معنا رغم كل شيء عم بيعمله لاجلنا وكل يوم اللي عم بيعمله وينه الله هذا مجرد ما تسال هالسؤال انا بظن في مصيبه لان غيبت الله الله موجود فيك يا حبيبي وحدك افتح عينيك وشوفه واذا ما عم تفهم ليش الصليب بحياتك ما يسوع كمان قال له للاب ان شئت فزي عني هالكاس وربنا رادوا يوصف ابن هالكاس لتكن مشيتك وكانت خلاص البشريه كلها لهيك يسوع بريد نصرخ له بريد نكون فعلا عم نندهله بالليل والنهار مثل ما بقول مزمور لقد كان لي دمعي خبزا نهارا وليلا إذ قيل لي أين إلهك بحاجة لك يا رب لماذا تكتئبين يا نفسي سعود بس هون صرخوا عن خوفه قلت إيمان وكأنه هو بس بهالدين العواصف هو نايم كانوا حاسين فيه كانوا منتبهين على الرب اللي نايم بسفينته كان كل شيء بالنسبة لهم طالما يسوع معهم كل شيء ماشي ومجرد ما يسوع نام وبتخربط شيء لازم يفيق ننسى انه يسوع الله وننسى انه هو قادر على كل شيء ومش ممكن نغرق حتى لو شفنا اوقات ما عم بيعمل عزوقنا او مش عم بيعطينا اللي نحن عم نطلبه اما يهمك اننا نهلك فاستيقظ وزجر الريح وقال للبحر صه اسكت فسكتت الريح وساد هدوء عظيم شايفين الله اللي معنا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ وإذا الله قوتنا، شو اللي بيغلبنا؟ وإذا الله مخلصنا، شو اللي بينقصنا؟ وإذا يسوع حامينا اللي ببذل ذاته عن خرافه، وأنا الراعي الصالح، بعرف خرافي وخرافي تعرفني بأسماء بيعرفها. معقول يتركنا؟ اللي قال من رؤوسكم لا تسقط دون علم أبيكم بتخلى عنا؟ لأن لا تخف أيها القطيع الصغير حسن لأبيكم أن يعطيكم الملكوت بتركنا اللي قالنا بأشعية لا تخف يا إسرائيل ابني يعني اليوم أقول لألي ولا ألك شو ما كان اسمك شو ما كان اسمي شو ما كان اسمنا بقول أقول لك الواحد منا لا تخف يا ابني أو يا بنتي إني اخترتك إذا بتشتاز بالنار ما بتحرقك وبالمياه الغزيرة ما بتغمرك لأني أنا الرب قدوس اسرائيل عرفتك باسمك وفديتك انت لي يقول الرب لو نفهم الحقيقه ما نفكر بيوم الايام بنظره سوداويه للحياه، بروح بنتحر شو لا شو شو بدي اعيش؟ ما بعرف انه الله بده يعني اعيش، واذا اليوم الله ما بين بحياتي بطريقة اللي انا ناطره، الله عم هيئ لي بين بطريقه اعظم بحياتي مثل ما بين بحياه اليعازر ومريم ومرته، لو كنت هون لما مات اخي لو راحوا نطحروا ورا خيون كان ضيعوا فرصة قيامة علي عزار ويشوفوا عجوبة عظيمة هالقد ويصيروا ثلاثتهم قديسين الله عنده مشيئته وخير أن ينتظر خلاص الرب بسكوت لأن الرب لا يبطئ إلى الأبد بتابع الإنجيل وقال لهم يسوع وساد هدوء عظيم وقال للبحر سوء اسكت فسكتت الريح وساد هدوء عظيم ثم قال لهم لما تخافون أو ليس لكم إيمان بعد بعد كل هالأمور بعد ما عندكم إيمان وين الإيمان يا أبونا بولس وقت الصعوبة بالله بأ مثل ما ابتديت حديثي البطولة مش تؤمن بالله بأ بالتجل اللي تأمن فيه هو على الصليب مش البطولة تؤمن بالله بأ هو عم من خمسة أرغفة أو بقيم ألي أو بهدي العواصف الإيمان الأعظم هو بينضرب وينهان وتثق أنه هو الله مخلص العالم بيتابع الإنجيل وتفقوا يقولون في مينة. فيما بينهم من هو هذا فتطيعه الريح والبحر بعرفتوا مين هو هو الخالق اللي به كل شيء كون وبدونه ما كان شيء واحد من ما كون فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس هو الألف والياء هو الكائن قبل ما انهي بصلاة بدي اذكركم بانه الحلقة اكيد عم تعرض يوم التلاتة سبعة ونص يوم السبت ظهرا الساعة واحدة وكل يوم ثلاثة إذا الله أعطانا العمر بتقدروا تتواصلوا معي مباشرة على الفيسبوك تبعي أبونا بولس مارديني من الساعة ثلاثة للساعة ثلاثة ونص أو حسب الأسئلة اللي رح تسألوها والوقت اللي نحن بحاجة له لأجاوبكم على هالأسئلة مباشرة على الفيسبوك كل يوم ثلاثة الساعة ثلاثة ظهراً بدي اطلب من ربنا اول شيء يغمركن ويغمرنا بكل النعم والقوه والصحه، بدي اطلب فعلا ما يكون هالوقت اللي قضيته معكن وقت ممل ومجر وبدي اطلب من كل قلبي انه فعلا يكون اليوم انتم استفدتوا وانا قدرت اوصل لو قليل من الكثير اللي ربنا بريد يوصل لكم على قد امكانياتي وعلى قد وقبل ما انهي بصلاه بدي اتمنى يسوع يعيش فينا كلنا، يكون اله حي، يكون فعلا نور فوق المكيال مش تحته نكون حبة خردل نمت بنعمة الله ليستظل فيها كثيرون نكون فعلا سالمين بذاتنا مثل الأرض الصالحة لتسمر فينا كلمة الله ونكون بسفينة الرب وين ما أخذنا مهما كان العواصف أو الصعوبات ما نخاف الغرق وخليني أنهي بالصلاة أشكر فيها الرب وقل له معكم يا رب شكرا لكلمتك اللي بتقدس. يا رب شكرا لوجودك اللي بيحيي. يا رب شكرا لكل مره بترفعنا من كل شيء بيبعدنا عنك لتقربنا منك. يا رب شكرا لانك القد بتحبنا ولانك يا رب بتشفع علينا ولانك بتموت عنا لترفعنا لمجد السما. يا يسوع بارك كل اللي, اللي شاهدوا هالحلقه ورح يشاهدوها بالايام اللي جايه. عبر أي وسيلة رح تكون فيها بارك حياتهم بنورك الإلهي ونجيهم من كل ظلمة بارك يا رب بلدهم وبلدنا وبلاد الأرض بسلامك ونجينا من كل حرب طاحنة وأعطي يا رب السلام اللي فيك لكل واحد فينا لنكون شهود للسلام لنشكر مجدك أنت الإله القدوس مع الآب والروح ولنكون على مثل أمنا مريم روحنا بتفتخر فيك انت المخلص الى كل المجد هلا ولدهر الداهرين امين